شكرا لكم وتحياتنا لكم جمهورنا مشاهدينا وين ما كنتم في حصتكم الموسيقية اللي تطلع لكم كل أسبوع ستوديو لايف. عدد جديد يجمعنا بكم كما كل أسبوع، إن شاء الله اليوم رايحين نعقبوا مع بعض أوقات ممتعة، رايحين خليكم تسافروا معنا عبر أغاني طبوع جزائرية وعالمية، وهذا دايما مع الفرقة الموسيقية تاعنا تاع ستوديو لايف تحت قيادة أمين دهان. قبل ما ننسى تقدروا نتوما تاني تلتحقوا بينا عبر لاباج فيسبوك تاع ستوديو لايف. اليوم رايحين نعقبوا سهره متنوعه، معانا فنان اكتشفناه في التلفزيون الجزائري، تبعناه في التلفزيون في برنامج عربي، كلكم تحبوه وفوتيتيو عليه بلاك مره من المرات، هو يغني كل الطبوع الجزائريه، تحيه للفنان يوغورتا اجرد. هو من أحسن الممثلين تاع الأغنية الشاوية، عنده أداء وصوت متميز، تحية للفنان نصر الدين حرة. ومعانا فنان يمزج ويبدع في الأغنية الجزائرية وخلاها عالمية، صنع ان ستيل بروبر لوي اللي هو لو غوربي روك، نعتبروه اليوم مدرسة وشيخ صغير. تحية كبيرة 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 للشيخ سيدي بيمول.
كول افريد اتيجر. يعطيك الصحة، تفضل معايا. ندولنا تحية كبيرة 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 لحسين بوكلا الشيخ سيدي بيمال. مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك، تفضل. مساء الخير. لاباس؟ الحمد لله، وانت لاباس؟ صافا صافا ترونكيل. حنايا كي نشوفوك معنا لاباس، دائما لاباس. صافي بليزير. مليح انك هاد الايامات رانا نشوفوك دو بلوز ان بلوز سوفون هنا في الجزائر. اي سي فري، العام جيت حطام انا راسي تيزي وزو، الجزائر يا با لونتون، سي بيان. الحمد لله ربي يدوم هاد. لكن وليت ديفينيتيفمون هنا. ان شاء الله احنا ماذا بينا، ماذا بينا. نحكيو على اغنيه، اول اغنيه اللي سمعناها في برنامج ستوديو لايف اليوم اللي هي افريد اتيجر، اللي هي في البوم عافيه، اخر البوم اللي خرج في 2015. هذه الأغنية قلت باللي درتها كادو السكان تحبهم بزاف في منطقة اللي هي منطقة أتيجر. أتيجر منطقة في بلاد قبيل، اسمها أنا ملتمها من هذيك الجهة هذيك أتيجر، ومنطقة شابة فريمون شابة بزاف. سي بالك الشوفينيزم نقول لك سي لا ميور تاع الجزائر، سي لا بلو بال. حنا نمنوك. نو يفو، لازم تروحي تشوفي. كاين كفادو، كاين كفادو، كاين غابه، كاين لي مونطان، كاين نو فريمون هايله. كل ما تجي للجزائر تروح تزورهم ولا ما عندكش الوقت؟ كي يكون عندي الوقت، كي يكون شاك فوا كي يكون عندي الوقت نروح. وي بيان سور. كي سمعوا هذه الاغنيه ناس اتيجر واش قالوا لك؟ ايزيتي كونتون، فرحوا؟ بيان سور فرحوا بزاف، يحبوها بزاف، باسكو اغنيه ثانيه هذه من اغنيه التقليديه تاع الجهه هذيك، كنا نغنوها انا كنت صغير نشفلها، كنا نغنوها في الاعراس وكامل. و تما نهار سجلتها عندها صافي دوكا كالكزاني، سجلتها وسمعتها لهم وشغل نساوها هما، ابار لي فيو تاع لا جينيراسيون تاعي وكاع شفوا عليها، مي لي جون شغل نساوها، شغل اللي عاودوا ديك ديكوفري. عطيت لها نفس جديد يعني بهذا التوزيع الجديد. نهضروا على اخر البوم تاع الشيخ سيدي بيمول اللي هو عافيه. عافيه عافيه، قلت باللي يعني هاد الكلمه عافيه، هاد لومو يعني لك بزاف. عافية خاطر عندنا هي بالعربية عافية عند أصحاب في الشرق، عافية هي الصحة زعما لا سونتي هي العافية، بصح عندنا ما عندناش المفهوم هذا تاع عندنا حنايا. العافية هي شغل لهنا لهنا السلام عند بالقبيلية، عافية هي شغل النار. سي سا، مي النار ماشي هذاك النار اللعبة هذيك، النار الدافية شغل تاع حنينة، تاع الشميني ولا عفسة هكذا. سي فري عافية. و بون وحنا نقولوا باغ اكزومبل عافيه، شغل كي نقولوا السلام عليكم، صباح الخير، صباح الخير، العافيه. ان شاء الله السهره هذه راح تكون عافيه علينا. ان شاء الله. نهضروا على هذا الالبوم اللي هو كيما دائما ولفنا مع شيخ سيدي بيمول، هو مزج ما بين العصري والاصيل، ومزج دائما بين الطبوع المختلفه اللي دائما انت تروح تجيبها من لي كاتر كوان دو موند. نحب الخلوطه صغير شغل الشلاطه هكذا بين لي ميوزيك تاع، بس نحب نسمع لا ميوزيك كاع لي ميوزيك تاع العام، تقليد سواء تقليدي ولا فريمون ميوزيك كلاسيك ولا جاز ولا الشعبي ولا، نحب لا ميوزيك ونحب المزج ما بيناتهم. فوالا نحب ندير لي ريشيرش. كيفاش دير كي تحكي على هاد لي ريشيرش؟ كيفاش دير باش كل مره تجيب حاجه جديده ما نسمعوهاش في ليزالبوم اللي فاتوا؟ ايه تما باسكو ان فيت كل ما نسمع حاجه اللي تبان لي جديده نقول لازم نسجل عفسه هكذا اللي تشبه لها باش نسمعها للناس، فوالا باش بالك هما ثاني يزيدوا يديكوفريو حاجه جديده. فوالا هذا ما كان. نقدر نقولوا من رغم النجاح اللي تعرفوا يعني من سنين، ما انت عندك صعوبات لانتاج الالبوم تاعك، حتى يعني هذا الالبوم عافيه سي نقدر نقولوا انه سي ان البوم بارتيسيباتيف، كان الناس شاركوا فيه. لو كان ما شاركوش الناس ما قدرناش نسجلوها. كومون سا سوي يعني واحد يعني فنان بلا نوتوريتي اللي عندك كامل؟ اي خاطر الموسيقى صاي كي نديروا البوم لازم نخلصوا لي ميوزيسيان، لازم نخلصوا الاستوديو، لازم نخلصوا البريساج يعني الفابريكاسيون تاع السي دي وكاع الشيء هذا، تما
يكلف بزاف. ايه كاين بزاف دراهم لي لي خرجوا وما كاينش بزاف يدخلوا. ايه والعام العام اللي فات خرجنا زوج البومات تاع إجلاني بحريا هما لي شومارين كابيل. هذا الفوليوم 2 باسكو كان الفوليوم 1 اللي خرج من قبل. الفوليوم 1 خرج في الجزائر ما خرجش في فرنسا. ما خرجش في فرنسا. وهذو ما تسمع العام اللي فات خرجنا لي دو فوليوم في فرنسا. في فرنسا. وخرجنا شغل الكتاب الثاني اللي فيه لي ميوزيك تاع لي شومارين. فيه لي بارتيسيون فيه لي زيليستراسيون اون فاس خرجنا بزاف دراهم اون فيت بعد كي الحق دالت الالبوم عافيه مابقاوش مابقى والو في الكاس خلاص مالا نقولوا لازم الناس يروحوا يشروا الالبوم العافيه بصح عاودوا دخلوا شويه كيما نقولوا نغفلوا لي كاس ودرنا دونك فينونسمون بارتيسيباتيف هذيك بار انترنت اي سا مارشي حصلنا فريمون يعطيكم الصحه لكاع اللي بارتيسيباو كان من الجزائر في فرنسا في كندا فريمون بوبارتي كامل اللي يحبوكم يعني اترافير لو الله يتبعونا من بكري فريمون يعطيهم الصحه ونسلم عليهم كامل بالواحد بالواحد فوالا ان شاء الله راهم يشوفوا فينا اليوم ان توكا حنايا رانا فرحانين بزاف بوجودك معنا مازالت سهرتنا طويله ومازال معنا فنانين واحد اخرين احنا مادا بينا كاين وحدين تعرف واحد تعرفه والاخرين بالك راح تكتشفهم معنا نكملوا سهرتنا جمهورنا ومشاهدينا انتم اللي تتابعوا فينا سهرتنا مازالت طويله ودوك نمروا الى ثاني اغنيه في برنامجنا راح تكون في الطابع الشاوي من اداء نصر الدين حره يا حمودي We'll be right back.
نصر الدين حرة يا حمودي تفضل معي يعطيك الصحة. مساء الخير، مرحبا بك نصر الدين. مرحبا بك الأخت، ومرحبا بالشيخ تاعنا، ومرحبا بالجمهور، ونشكر الفرقة اللي ساهمت معايا وتعبت معايا، ونشكر كذلك المايسترو أمين دهان. نحن نشكرك بحضورك معنا اليوم. شكرا. أغنية يا حمودي هي من التراث، بس أنت خيرت أنك تبدلها شوية اللحن والكلمات. لأنه هذا اللحن بعد ما أخذ من التراث، يعني وأنا يا هو يعني مش مدروس موسيقيا، يعني لأنه إحنا عندنا الرحابة يعني يغنيوا، وعندهم فرد جملة يعني يقولوها يعودوها. كان زوج فرق، يعني زوج فرقات، واحدة A واحدة B، يعني كي تقول على بعد. فوالا أنا يا حبيت باش نديرها موضوع، حبيت باش تكون عندها مغزى، يعني يكون عندها هدف. أنا يا خيرت قضية الغربة. لأنه شغل الأب يتمنى باش يولي لبلادو ويشوف ولده، ومن بعد كاين واحد الكوبلي يقول له يا عمر يا فادي لو كان كنت بربي نجيب عروسه لولدي، يعني هذه الفرحه تاعو الامنيه تاعو باش يجيب زوجه. والله هذه احسن هديه، يعني انك تجيب العروس لابنك. وهذا عمر فادي هو ابني. بدلت له ليها اغنيه. شكرا. نبلغوا له احنا تحيه لك انا ويشوف فينا. نحكيوا على الاغنيه اللي خلات يعني الجمهور يتعرف بك، هي اغنيه البابور اللي خرجت في 2003. هذه الاغنيه خرجت يعني بعد 5 ألبومات، كما يقول لك الصبرينال فينالمون. بيان سير. كنت تتسنى هذا النجاح؟ نو، انا ما كنتش نتسنى النجاح، ولكن النجاح هو يجيب الاستمراريه. يجيب الاستمراريه، كيفاش يجي الاستمراريه؟ بالمحيط نتاعك يعني. وتاني تعاملت مع ملحن اللي هو يعني كتب مع كاتب اللي كتب يعني بزاف اللي ستارت الاغنيه الشاويه، اللي هو عمار جوماطي، كتب الكاتشو لسليم الشاوي. هذا تاني بالك حاجه تعاون. هذا الكاتب هو يعني كاتب معروف، يعني في الاغنيه الاوراسيه والاغنيه الشاويه خاصه. هو كان عندي الزهر، يعني اعطاني الاغاني. الحمد لله، يعني غنيتهم كما كان الحال، والحمد لله يعني نجحت هذيك الاغنيه تاع البابور. ومن بعد هذاك الالبوم جات الاغنيه تاع اللي يحبوها عوامة. تو الموند عوامة، هذيك سكسي كبير.
باش نقعد في الاغنيه الشاويه شيخ سيدي بيمول، انت تاني مادامك تمزج بكل الطبوع يعني اللي تسمحهم تحطهم في الالبوم تاعك، الاغنيه الشاويه حاضره في الموسيقى تاعك؟ اي بان في الالبوم الاخراني هذا عافيه كاين اغنيه العساله يعني الريتم تاعها شاوي، وفي الالبوم الاول تاعي تاني هي اغنيه شاويه هي بصح. نحب بزاف فاصون الريتم والاغنيه الشاويه، وكاين بزاف لي دوكا تما في الجزائر لان دي زوندرو وين فريمون سي تري ديناميك سي جوستمون في بلاد باتنا و سا لي جون جروب ويا معمره تما بي فريمون يعطيك صح هذا نصر الدين فريمون حاله. نصر الدين انت تحب دائما تحكم الاغنيه من التراث وتزيد لها حاجات جديده، ماذا بيك يعني انه هذه بالك تكمل وتخلي يعني الثقافه الاوراسيه الشاويه تتعرف من الجيل الجديد؟ إيه ماذا بيها، أنا يعني المهم أنا كما نقولوا نحب الأغنية التراثية، نحب نجددها باش ما ينسوهاش، وهذه داخلة يعني في شخصيتنا، هي الأغنية هي الشخصية. فوالا أنا من الشاوية نغني تراث بلادي سيميا. عندك الصحة، عندك الحق، يعني أغنية جدي وجد جدي. انا يعني احنا الحمد لله يعني عندنا في استوديو تقنيات جديده، والحمد لله يعني دخلنا كل الالات الموسيقيه دخلناها في الاغنيه الشاويه، الحمد لله دركا ولات محبوبه ومعروفه صح، والناس راهم يحبوها. نشكرك مازال اللي قلنا زين نتلاقاو معاك في اغاني واحده اخرى، ودركا نمروا الى ثالث فنان معنا في برنامجنا، قلت لكم كامل تحبوه يعني ما نظنش انه كاين واحد في الجزائر ما يعرفوش وما سمعش بيه، عنده صوت يعني خارج للعاده، والحاجه يعني اللي فيه زياده على كل شيء انه هو يقدر يؤدي كل الطبوع ولو تكون جزائريه ولا عالميه. تحيه كبيره 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 للفنان اجرد يوغورتا في أغنية يا مدلل. Oh,
فنان. تحية كبيرة كبيرة لأجرد غرفة، يعطيك الصحة. مساء الخير، مرحبا بك، تفضل معنا. مرحبا بك معنا في استوديو لايف. بارك فيك، يعطيك الصحة أختي. رانا فرحانين بوجودك معنا هنا. أنا فرحان بزاف بزاف، ومع اللي هاني مع أستاذي أستاذ الشيخ سيدي بيمون. على بالك حسين باللي يغرطة من لي بلو غران فان تاعك. سي سني لو بلو غران. أنا جو سوي لو بلو غران فان تاعو. يا سلام. كنا نظن انه خلاص درك يغرطه ما نقدروش نحكموه، يعني ملي شفناك في اغب ايدول يعني حسينا بالنجوميتك ساي طلعت، ومشوارك راه تحل يعني العالم، ماشي خلاص يعني في الجزائر ولا في الوطن العربي. دائما انا اللي يعرفوني كامل يعرفوا باللي يبقى كما هو، الحمد لله عمره ما يتبدل ان شاء الله. بصح اللوك تبدل. اه شويه. واش راكم في اللوك تاع يوبا؟ نعيطوا لك يوبا سويت بلي سامبل. واش راكم فيه؟ صحيح عنده لوك تاع لي فيكينغ. تاع لي فيكينغ نعطيهم لي ايبستر. نهضروا كلام على الاغنيه اللي قدمتها لنا اليوم اللي هي لفؤاد غانم. سمعنا في منطقه لوراس ودركا في منطقه قسنطينه، واش زدت لها انت في الاداء؟ خدمتها ما فاصون مع اللي كانت لارونجمون ما شاء الله عند الاستاذ امين دهان. انا غنيتها ما فاصون برك، هذا ما زدت. تقدر تقول انه يعني لو باساج تاعك من الحان وشباب لاغاب ايدول، خلي بالك حتى يعني لي انفلونس تاعك ميوزيكال تتبدل شويه. بكري كنت يعني اكثر في الاغنيه الجزائريه، بصح دركا راك تمس لحاجات واحده اخرى. صح، كنت نخاف نمس، بصح دركا هكا كي زدت خرجت وشت وليت نحب نزيد نمس دي ستيل واحد اخرين هذا هو. واش زادت لك هاد لافونتور المغامره تاع اغاب ايدول؟ عرب ايدول زدت لي البيبليك وزادوا ناس حبوني بزاف. ما كنتش نستنى ندير كاع هكا. كي كنت تما في لبنان ما كنتش على بالي واش راه يستنى فيا هنا في الجزائر كي نجي. جيت لقيت بيبليك ما شاء الله، عجايز شيوخ ديجان دراري صغار، الحمد لله هذا هو الصح. كيفاش استقبلوك العائله تاعك بعد ما رجعت منها والناس يعني اللي مولف تكون معاهم وتقعد معاهم؟ تبدلوا نورمال، على بالهم كيف داير انا نورمال. قل لي حسين، انت مالف تبعت يوبا كي كان في هذا البرنامج اللي كلنا تبعناه؟ انا ما جو ديكوفر انا في انترنت، شوف في انترنت هكذا راب ايدول، شفت التصويره تاعو هكذا، ما شفت لونجسترومون هذاك. بون سيتي فريمون امبرسيونون. بعد نهار لعبت يناير هذا في تيزي وزو، كان تما في لاصال، تلاقينا في لاصال. بون سا ما في فريمون بليزير نتلاقى به. صح، عمركم ما غنيتوا مع بعض؟ ما انتم ما غنيتوش مع بعض، تما اليوم راح تكون اول مره. فوالا ان شاء الله. واش رايك انت يعني مادام انت فوزيت اون ايكول مدرسه اليوم في الفن وفي الغناء؟ اكزاجيرون با كان معليش، خلينا احنا نقولوها. واش رايك في هاد البرامج التلفزيونيه الموسيقيه الجديده درك يعني كاين؟ لا سي تري امبورطون فريمون، حاجه مهمه بزاف بزاف، باسكو جوستومون هكذا اللي يخرجوا دي جون تالون كيما يوبا كيما فريمون هكذا، يكونوا دي زوكازيون باش نسمعوهم، باش هما تاني باش يقابلوا الجمهور، باش يبانوا بي سي شغل سالور دون اون سالي موتيف، شغل موتيفاسيون كبيره. يعني كون جاو في وقتك انت هكا اغاب ايدول دو فويس وكامل تروح لهم ولا لا؟ بيان سور نروح لهم. شكرا لكم، نعاودوا نزيدوا نطلبوا منك اغنيه واحده اخرى. معليش. مشاهدينا الكرام، جمهورنا اللي راكم معنا، كما على بالكم رانا فرحانين بزاف بزاف انه حسين بوكله معنا اليوم، الشيخ سيدي بيمون راه مفرحنا بوجوده معنا. نسمعوا ثاني اغنيه ليه في برنامجنا اللي هي ساعه للشيخ سيدي بيمون. يهمل
حق الحمد خصيميس وريا قيل حمد خصيميس أوين يوفى مغماز يوحى هذا سيكمل يتجاول ذعوينيس يتجاول ذعوينيس يمدني تطروح تكفى أثمن جارة حتى ثبت غرنا خارنا زمان ثبت غرنا خارنا زمان يا القومي بدل صيفا يكثر ذي الحرفا وهم النكوي ذاك يا غرانا وهم النكوي ذاك يا غرانا
الساعة للشيخ سيدي بيمول، يعطيك الصحة. برافو، يعطيك الصحة. أغنية ساعة هي اللي فنان أنت تحبه بزاف بزاف هو عزيز عليك، اللي هو سليمان عازم. سليمان عازم، سليمان عازم جو بونس هو بالك واحد من الفنانين لي بلوز امبورطون تاع الجزائر على كل حال. سليمان عازم خدم بزاف أغاني، خدم بزاف كيف يقولوا كتب بزاف لي تاكست، وتما فريمون نجمو نقارنوه مع لي زوتور كلاسيك هذوك تاع كيما موليير كيما. وانت يعني كنت تمنيت انه يعني الالحان وكلمات تاع سليمان عازم ان نقدروا نقراوها في المدارس هنا المخصصه للموسيقى، هذيك كانت امنيه ليك. صح صح، خاطر واش فريمون شاعر اللي يحب يدير باغيزومبل الشعر يعني بالقبايليه اليوم لازم يقرا سليمان عازم اوبليجي. عملت له تكريم يعني هذا حبك انا رانا نشوفوه سوغ لو تيران، عملت له تكريم هذه السنه اللي العام اللي فات في المهرجان الوطني للموسيقى الامازيغيه فطبعته السابعه، وهذا اللي كان في تمن راست. درنا غنينا الاغنيه هذه ظاهر تاع سليمان عازم تما في فيستيفال موسيقى الامازيغيه، والأغنية درناها تاني في انترنت وكامل، وشت باللي كاين واحدة من لا فنلندية ستينا تغني الأغنية هذه بالذات، استقبلناها احنا في برنامجنا. جات على بالي، جات هنا مع علي عمران وقيلة. صح، دونك فوالا هنا تشوفي بلي الأغنية هذه فريمون عندها تما تقيس بزاف الناس، الناس اللي يسمعها مهما كانت الثقافة تاعو تما كان في لا فنلاند ولا في احنا نلعبوها في لعبناها في كندا في انجلترا بارتو كي يلحقوا الأغنية هذه فريمون البوبليك شغل يتقبلها تقيسهم بزاف. حضرنا على هذا المهرجان اللي هو يعني مخصص لأول مرة للأغنية والموسيقى القبائلية والأمازيغية تاع تمن راست. اي تمن راست، وتما انا اول مرة اللي شاركت فيها على كل حال، وشت بلي كاين بزاف لي جروب جدد يغنوا ستيل هذا تاع الترقي تاع تيناريوان وكاع فريمون سي يعني سي امبرسيونون، خاطر سي دي دابور سي ميوزيك لايف ما كانش سانتي بواط ريتم وكامل فريمون جروب جيتارات و اي بي سي دي جون فريمون دي جون 18 ans لي جروب فيهم 18 ans 20 ans كاين لي ستار تما عندهم جمهور شباب بالك واسع كيما وسع الصحراء. لا بلاصه هذيك تاع تمن راست معمره السيد عنده واحد 20 سنه ولا والناس جات ليه يعني باش يشوفوهم. وي وي فريمون ستيل هايل. كنا نهضروا على سليمان عازم، انت يعني من الفنانين اللي تحبهم وتحب تسمع لهم وبالك يكونوا هما مدرسه ليك، شكون هما؟ انا ماشي كي راه قدامي نحب بزاف بزاف، وحنا انا وصحابي كاع بومدين الياس بيرنار وصالح كاع نقعدوا هكا نسمعوا الشيخ سيدي بيمول نحبوه بزاف، ومن بين الفنانين هنا في الجزائر ولا في الخارج كيما تحب قول لي يعني. الخارج انا نحب بزاف بزاف كامارون دي لايسلا و شونتر تاع فلامينكو نحبه بزاف بزاف. يعطيكم الصحة. نمر إلى أول ديو في برنامجنا اليوم اللي راح يكون من أداكم أنتم في نزوج، كما قلنا هذه راح تكون أول مرة تتلاقاو في أن ستوديو في أن بلاتو كما هذا، وهنا يعني فرحة لينا أن يعني نسمعوا زوج أصوات كما أنتم. نعملوا تحية كبيرة 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 جمهورنا اللي راهم معانا، أنتم راكم تتابعوا فينا راح تكون أول مرة نتلاقاو هاد الزوج الفنانين اللي هو يوفا والسيدي بيمول في أغنية جنوني. جنوني.
الكل واجرد يوغورت يعطيكم الصحه. تفضلوا معايا. برافو. نقدر نقول بلي كان لقاء تاع زوج مدارس، سمعناها باللي هو حط لها الستيل تاعو ولو الاغنيه تاعك. لازم لازم سي نورمال. حاسه تفرحك انت؟ اباوي بيان سور. كيفاش حسيت روحك في هذه الاغنيه؟ بزاف علاز، ما كانت لا توناليتي عاليه بصح حسيت كيفاه نركب والحمد لله جازت. الحمد لله وحققت حلمك. نقدر اليوم اللي ساعدنا انك اليوم حققنا لك حلمك. خلاص تما نقول لك اشارج دو غوفونس، المره الجايه كي تعود سوبر سوبر ستار كنعيطوا لك، حنا هما الاولين اللي عندنا. نجي بيان سور. ان شاء الله. نذكر باللي هذه الاغنيه موجوده في جنوني، موجوده في هذا الالبوم، الالبوم اللي خرج في 2015. حبيت نهضر على لا كوفرتور دو الالبوم. نشفى كي تلاقينا عليها بعدك سنين في برنامج اهاليل، قلت لي باللي انت كل مره تحاول تدير حاجات في لا كوفرتور دو الالبوم، هذه المره ثاني؟ اه كيف كيف. تما من قبل كنت ندير رسوم، نديسيني هذا البيرسوناج هكذا شغل، ما عاد بشويه بشويه هذاك البيرسوناج ولا يتشبع لي بزاف دوكا شويه بزاف فوالا. نقدر ندير تصويره ديريكتومون شاشيه طربوش ومعد سيتو. نهضروا على الرسم اللي هو يعني حاجه مهمه في حياتك، من غير الغناء عندك موهبه واحده اخرى اللي هي الرسم، وثاني لا كاريكاتور. اه بيان سور وي وي. تسمى الموسيقى والرسم ولا كاريكاتور بكري وانا تعلمتهم هكذا وحدي اوتوديداكت، تسمى هذوما فريمون لي باسيون تاعي في الدنيا. كنت يعني كان كاش نهار يقولوا لك خير ما بيناتهم. اه ما نقدرش ما تقدرش امبوسيبل يمشيو مع بعض. نهضروا على ليكسبوزيسيون اللي درتها هذا السنه اللي هي تاع لا بون ديسيني اوبري. أوبري هذه أغنية تاع خرجتها في 2007 مع الألبوم تاع عجلاني بحريين لي شون مارين كابيل. أوبري أغنية من هذوك الأغنيات اللي كانوا في الألبوم، ودرت رسمت الأغنية هذه درتها بون ديسيني هذاك الوقت، ودركا ولات إكسبوزيسيون والناس جاو شافوها. يعني زون في لو ليان ما بيناتهم ما بين بصح أبري كيقراو كيقراو فهموا وفي لاصال هذيك وين درنا ليكبوزيسيون كنا نجوزو بري اون بوكل. فقيت تقصيتو بري وي 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 في الدام ومارك انتي وبري. احنا نكملوا برنامجنا مشاهدينا الكرام، وانتم اللي راكم معنا على بالي براكم فرحانين بهاد الفنانين اللي راهم معنا. نعاودوا نستقبلوا لتاني مره في برنامجنا الفنان نصر الدين حره واغنيه بنت البارود. Thank you.
شكرا. بنت البارود نصر الدين حرة، بنت البارود يعطيك الصحة، برافو. تحية كبيرة لنصر الدين حرة وتحية للشاوية. كما يقول هولتها اليوم. هذه الأغنية هداها لك، كانت هدية من عبد القادر غديري. أيوة. قال لك يعني في هو غناها في التسعينات وقال لك نعطيها لك، حيب هو يسمعها يسمعها بصوتك. هو فنان من أم البواقي، لنحيي كل سكان أم البواقي. وأم البواقي يعني جابت فنانين بزاف، أمثال عبد القادر الغديري، جروب لي بربر اللي هو جمال صبري، وجابت دي جروب فولكلوريك بزاف يعني ولايه يعني ما شاء الله، يعني عندها فنانين وعندها واحد الفن طابع خاص استاذ، عندها لو هارد روك، يحبوهم لو هارد روك بصح واحد جو هذاك جو عندهم يعني حاجه كبيره. واش ميقغذك بكاسه والشوق غيسم العراش، ودرني اختبرتني سقنين في ما يحلاها ومدو كل عمار يا يعطيك الصحة. كلاس. من بعد نعاودوها. يعطيك الصحة. يعني نقدر نقولوا ان زي راك تمثل في الأغنية الشاوية، وخليتها كما قلت لنا في بداية البرنامج خليتها توصل كامل أنحاء الوطن الجزائري، وحتى أنك سافرت بها ومثلت الأغنية الشاوية في سوريا. الحمد لله، كانوا بعض الموسيقيين معايا في مدينة دمشق. كنت أنا ذاك في 2008 أنا يا مثلت يعني الأغنية الأوراسية، عندنا مواويل يعني بالتقريب يعني مع السوريين الأشقاء تاعنا، عندنا في ليرابيل تاعنا يعني كيف كيف يعني تقرب ليهم. كيفاش تقبل الجمهور تما الأغنية الشاوية الأوراسية؟ لكن جمهور كبير يعني، هو عندنا جالية جزائرية بدمشق، وكان حتى شارع في دمشق العاصمة هو ريبو مدين، نظرا للحب نتاعهم يحبوا الجزائريين. وكان عندنا إخوة جزائريين تاني من أيام عبد القادر، الأمير عبد القادر. العائلة تاع الأمير عبد القادر ما زالت عايشة تما في سوريا. حتى قبل الأمير التاريخ بين سوريا والجزائر قديم بزاف. وقالوا لنا يعني أعطونا معلومات، كانين حتى صحفيين جزائريين يخدموا بالتلفزيون السوري. انت يا تاني يعني هو راح لسوريا ويعني شاف يعني بزاف البلايص قدم لهم الغناء تاعو، انت تاني يعني قد نقول بزيت ان ارتيست دو سين، يعني تفضل الاغاني تاعك تفضل تسمعها في استوديو ولا تحب تسمعها في سوسين؟ لا سين فاصون لي ارتيست بلا لا سين ما اكزيستيوش، سا سير ريان. كيما اليوم كيكون الجمهور هكذايا حاجه اخرى، كيكون كي تسمعي الديسك بمام الموسيقى المسجله هكذا في استوديو مليح سي بيان، مي صدير ما عندهاش الروح هكذا كيما الموسيقى الحيه في راس. نعاود نرجع ليك نصر الدين، قل لي يعني حسبنا لك حنا لقينا بلي عندك 15 البوم الله يبارك، وشفنا بلي كل عام تخرج البوم جديد، ونهضروا على اخر البوم اللي خرج هذه السنه اللي اسمه هضروا الملاح. هذا الالبوم خرج يعني في السوق والحمد لله، درك من بعد ان شاء الله تشوفوا الاغنيه هذه راح نصورها طريق فيديو كليب ان شاء الله. احنا نمدوا ليماج توجور، نمدوا ليماج نتاع الاوراس، نمدوا ليماج نتاع الحوايج التراثيه تاعنا، باسكو باش ما نهربوش من هذيك لا فوتو كيما نقولوا الصوره ديما نقعدوا نجددوها، ديما نقعدوا نجددوها يعني، حتى وكنا في سنة 3000 يعني نبقاو ديما نمدوا كل خطره نمدوا صوره جديده على
على هذيك الوراث ان شاء الله. يعطيكم الصحه. كما قلت انا سبقتني وانت يعني قلت بلي كاين فيه درك الاغنيه حين نسمعوها. هذه الاغنيه اللي هضر لكم عليها نصر الدين راح نسمعوها في ثنائي، ثنائي مع الصوت الشاب الجميل اللي كلنا نحبوه. مالدونا تحيه كبيره 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 لاجرد يوغورتا ونصر الدين حره واغنيه انتيا درتي الحنه.
مزية درتي الحنة، يعطيكم الصحة، تصفيقة كبيرة لأجرة ديوغورتا ونصر الدين حرة، برافو. كنت تعرفوا بعض من قبل ولا أول مرة تتلاقوا؟ لا أنا كنت مفوطي عليه. كنت مفوطي عليها. هذه الأغنية اللي فنان نحبوه كلنا اللي هو رابح درياسة، نعم بالغول وتحية اليوم لك أنا ويشوف فينا، يعني هو يعني من الفنانين اللي تحبهم تايا الكتر. إيه نحبهم أنا، يعني بالنسبة لي هو مدرسة، كاتب وملحن وكل شيء، يعني هو فنان كامل يعني. ومن الغريب انه يعني واحد فنان مغني في الشاويه يعني يحب يعني عميد من الاغنيه الجزائريه كما رابح درياسه، كما الحجر رابح درياسه، ويعني وانت ربحت عليه يعني كما قلنا في بدايه البرنامج انه عاودت له اغنيه عوامه. العوامه ذات نالت نجاح كبير الحمد لله. تعاودت له هذه الاغنيه في هذا الالبوم في 2004، وهذه انت درتي لحنا ريبريز 2006 خرجت، عاودتها في 2006، كانت في ألبوم اسمه أنتي زينة الحارة. أنتي الزينة في الحارة. زينة في الحارة. كي سمعها منك رابح درياسة؟ كاش ما قال لك عليها؟ كاش ما؟ الحمد لله، يعني هو بالنسبة لشخصه يعني هو يعني كما نقوله هو راضي على الأغاني اللي قدم فيهم، لأنه أنا بالنسبة لي هذه الأغاني يعني هما تراثيه، يعني دخلوا في التراث يعني 30 سنه 35 سنه، وانا جددتهم دركا الشباب في عمره يعني واحد 10 واحد 5 واحد 20 يعرف العوامه، يعرف انت درتي الحنة. تما كيما نقولوا هذه خطوه بالنسبه لي حاجه مليحه، يعني اني انا نجدد الاغاني الجميله القديمه، والحمد لله يعني تتمشى مع الوقت. مع الوقت. يعطيك الصحه يعني على هذه المبادره. شكرا. نعاود نرجع ليك، كي رجعت من هذيك يعني الاكسبيريونس الهي اللي كانت اغاب ايدول، اتصلوا بك منتجين بزاف منهم منتجين مصريين، بصح انت خيرت انك ما تلتحق بحتى واحد فيهم، علاه؟ فوالا صح، اتصلوا بيا بزاف منتجين من مصر، حبوني نخدم واش هم حابين هما. واش كانوا حابين هما؟ حابين قالوا لي كلي انا يسحقوني انا برك، بعد انا ما عنديش وما نخيرش. يعني تغني بالك حاجه شرقيه حاجه مصريه ماشي توالمك. قالوا لي راي اوريونتال ما كاش، هذا راي اوريونتال، انا اللي يقول لي راي اوريونتال ما كاش، الراي الجزائر، الراي مصري ما كاش، ماشي ما عندوش معنى ما كاش، الراي تاع الجزائر. انا كنت حاب ندير حاجه تاعي ودرتها الحمد لله اللي راح نسمعوها دوكا، وهاني نوجد في البوم كامل هكا ان شاء الله، وان شاء الله يعجب الجمهور الجزائري والجمهور بيبليك تاعي كامل ان شاء الله. معليش نهضروا عليه يعني هذا الالبوم اللي راك توجد فيه، تلاقيت فنان كبير اللي هو ابراهيم افال، مغني كردي كنت تحبه بزاف من قبل. بزاف بزاف، يعني واللقاء هذا حل لك ابواب كثيره. هذا اللقاء اللي تعرفت على ابراهيم افال، انا فان تاعو ثاني، هو مغني كردي، تلاقيت به هو اللي عرفني على مراد سكريالي، هو اللي عرفني على بزاف ناس في تركيا. وهذا مراد سكريالي اللي هو سي موزع كبير معروف في تركيا ومعروف في العالم، كي سمعك وشافك يعني في عرب ايدول ديجا بدا يوجد لك في اغاني صح؟ هذاك قال لي انا سمعتك هذا مراد، وعنده قال لي وجدت لك الحان بيسك، كنت انا نعرف كي كنت في البرنامج كنت نعرف ابراهيم هافال، ابراهيم هافال صاحبه المراد سكريالي، فوالا هكا سما. واش حسيت كي قال لك يعني باللي ديجا وجد لك ليك حاجات؟ بزاف 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 بزاف. كي سمعتهم يعني كانوا يعني متوالمين مع الحاجات اللي كنت حايب توصلهم انت؟ حاجه باينه، فيسك هذاك واش نحب انا. مشاهدينا الكرام راكم بالك تستناو في هذا المقطع، في هذه الاغنيه اول مره نسمعوها في التلفزيون الجزائري مع فرقه لايف كما تاعنا هنا في استوديو لايف، راح يكون اول اغنيه نكتشفوها من الالبوم اللي راح يجي ليوفا. تحيه كبيره 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 لأجرد يوغورتا واغنيه خسرتي الخير. Thank you.
I
برافو، تحية كبيرة أجراد ديو غورتا، أغنية كسرتي الخير، تحية كبيرة كبيرة. إحنا مدى بينا نديرو لك ستاندين أوفيشن. برافو، يعطيك الصحة. مدى بينا نديرو تحية كبيرة كبيرة للفرقة الموسيقية اللي تعذبوا بزاف وخدموا بزاف بزاف، تحية ليهم كامل. برافو، يعطيكم كامل الصحة. واو، واش نقدر نقول على هذه الاغنيه؟ ليكم انتم ما تقولوا، انا خلاص قلت. نعطي لك ليك الكلمه سي سيدي بيمول، واش رايك؟ سي هذا سي لو بروميير اكستري اللي رانا نسمعوه من الالبوم اللي راه يوجد فيه. بون ايماجين لا سويت. لا سويت ان شاء الله. مازال ما خير ان شاء الله. ان شاء الله ما دابينا، هذا هو سي ان افون غولينا. نهضروا على هذا الالبوم اللي راك توجد فيه. تعاملت مع كاتب كلمات جزائري اللي تعامل مع اسماء كبيره، اللي هما بايزوم تعامل مع اسماء منور، صابر الرباعي، حسين جسمي وغيرهم، اللي هو منير الجزائري. منير الجزائري ثاني من الناس اللي كنت في عرب ايدول، ثاني اللي وجد لي ثاني خدمه ووجد لي ثاني كتب لي ولحن لي ثاني صالح. ان شاء الله ثاني راح يكونوا في الالبوم ان شاء الله. ان شاء الله. ورا ولا حق الالبوم راهو 50% 80%؟ راهو 50% هكا. 50%. واش راح يكون يعني الطابع السائد عليه؟ بازون كي نسمعوا لي زالبوم تاع شيخ سيدي بيمول نحسوا باللي هو لو ستيل اللي داروا، اللي هو لو غوربي روك. انت يا واش راح كيف نقدروا نسميوه الطابع اللي راح يكون فيه؟ هذا ما على باليش. المهم هذه حاجه حبيتها واني ندير فيها. ما نسميش ستيل، هذه عفسه اللي راني نكسبريمي بها، راني نعبر بها. هذا هو الالبوم اللي راك توجد فيه. لقيت منتجين ينتجوا لك ولا كيفاش؟ كومون سا سباس مادام ما ربحتش اغاب ايدول؟ هاني هنايا مع منتج من الجزائر. فوالا، هو نادر قندولي، هو اللي راه معايا في هذا الالبوم. هذا الالبوم وراح يتوزع الالبوم، راح يتوزع في الجزائر وخارج الوطن. وخارج الوطن ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. توعدنا تعاود ترجع لنا هنا للاستوديو لاب نهار يخرج الالبوم. ان شاء الله نولي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انتوك احنا نشكروك لوجودك معنا اليوم. ربي يحفظك. نعاود نرجع لك ونرجع للالبوم، ولو يعني الالبوم هذا ونخرج في 2015 راك توجد في خدمه جديده من درك. بيان سور، لازم تفاصون دائما هكذا، كي خلاص غير يخلص البوم لازم نبداو الخدمه على البوم جديد باش ننساو الالبوم اللي درنا هذاك. الالبوم راك توجد فيه راك دائما في لو ميم ستيل راك تقدمو، لو غوربي روك. الالبوم اللي جاي فريمون روك تاع الصح، روك بلوز، نقولوا الغوربي روك تاع كيما الاول. تتعامل في هذا الالبوم مع يوسف بوكلا اللي هو اللي خو اخوك، يعني انتم بين زوج عندكم الفرق تاعكم، بصح كل واحد يتعامل في الالبوم تاع الاخر. نتايا العبد من الاول هكذا، هو عنده الفرقه تاعو لوركست ناسيونال دو بارباس، وانا عندي الفرقه سيدي بيمول. بصح كي نسجلوا كي بايون البروميير البوم اللي سجلته، لاباس كريم يوسف اللي جا خذ بلاباس. الالبوم الاخراني ثاني هذا قبل العافيه باريال جيبوزغان، كيف يوسف جا دار لاباس. وانت ثاني تتعامل معاه، انت وسيدت له مخصوف دام دو كور. وي نكتب له كلمات كيما في دام دو كور، كتبت زوج غنيات في الالبوم تاعو. دونك تصرا وانت تلاقاو سور سين مع بعض، ديروا دي كونسير يعني مع بعض ولا لا؟ ندير خاوه نحشموا بيناتنا بعضنا باش نطلعوا سور سين هكذايا. سي جو سي با جامي جامي صرات. بون ان شاء الله تصرا، سافو اتر اون بيل سوربريز. بالك وي. رانا قريب نوصلوا لنهايه برنامجنا، مازالت معنا اغنيه. الاغنيه اللي خيرت انك تقدمها لنا اليوم هي اغنيه بويا، غناها من قبل خالد شيخ الريميتي. علاش اخترت هذه الاغنيه؟ اغنيه بون نحب بزاف الاغاني تاع التراث، نسمع بزاف اغاني هكذا تاع كاع لي ستيل تاع الموسيقى الجزائريه. وهذه أغنية شاب راسي اللي غنى خالد وشيخ ريميتي، من الأغنيات اللي فريمون صغير اللي قاسوني بزاف، واللي
تما حبيت ندير حبيت اللي حبيت نغنيهم بكري بكري بون الالبوم الاخراني هذا تما قلت درتها فيه يعني. هوني با. ان شاء الله نشكرك على حضورك معنا اليوم. ما نشكركم انا نشكركم فريمون بزاف بزاف ان غران بليزير ان غران تونور بليزير بور نو ان شاء الله نزيدو نتلاقاوك يعني دائما في دو بيلز اوكازيون كيما هذه ونتمنوا النجاح للالبوم عافيه اللي خرج في 2015 في الالبوم الجاي ومزيد نجاح ليك. صح هذه آخر أغنية في برنامجنا في برنامج ستوديو لايف راح نسمعوها من ضيف الشرف اللي راهو شرفنا بحضوره اليوم. تحية كبيرة 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 للشيخ سيدي بيمول أغنية بويا شاب راسي. Thank you.
صعيدو. تحية تحية كبيرة كبيرة للشيخ سيدي بيمول، يعطيك الصحة، برافو. نشكروا تاني الفنانين المزبين زوج اللي راهم معانا، نصر الدين حرة ويوفا، شكرا لوجودكم معانا، شكرا للفرقة الموسيقية، نعاود نقول لكم يعطيكم الصحة للعمل اللي عملتوه، برافو أونكوغ أون فوا. شكرا لأمين دهان المايسترو تاعنا، يعطيك الصحة. شكرا لكم توما اوفياؤنا اللي دائما دائما راكم تتابعونا. نزيد نذكركم بلي تقدروا انتوما تاني تنضموا لعائلتنا، عائله ستوديو لايف اترافير لا باج فيسبوك. احنا نقولوا لكم ان شاء الله عجبتوا معنا سهره ممتعه كما احنا تمتعنا مع الفنانين اللي راهم معنا. نعطيكم موعد الاسبوع القادم مع مفاجات كبيره 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 تستنى فيكم. وانا بقى لي نقول لكم غير حاجه واحده، خليوا حياتكم تكون دائما غنايه، بقوا على الف خير.